الأخوات. السلام عليكم. السلام. عندي عدة أسئلة دكتور. أول شيء بالنسبة للشهادة، الشهادة هل تعتبر نفس شهادات الحكومية يعني زي جامعة الأمير نوره، زي جامعة الملك سعود؟ يعني بالنسبة للجهات الحكومية أو الجهات الخاصة للوظائف، هل يعتبرونها شهادة انتظام أو شهادة إلكترونية؟ أنا شهادتنا مثل المسلمين. كيف؟ مثل شهادة المسلمين. لا، هي مصنفة نظامي. أنا هذا اللي أقول، ليست عن بعد. إحنا نستخدم نمط جديد اسمه التعليم المدمج، وهو يعامل معاملة الانتظام، لأنك أنت تدرسين 50%، 25 فيس تو فيس و25 أونلاين فيرتشوال إلزامي بالكورس، و50 ساعة هي اللي ممكن تتم بين يعني بالبلاك بورد والفيرتشوال والإي إف وحل الواجبات. أنت أولموست يعني تقريبا منتظمة بخمسين. هذا النمط اللي أنا أقول ليس تعليما عن بعد، وهذه الفكرة الغائبة عن هذا. وعندنا تصنيف موجود وخطاب رسمي نعطيكم صورة منه يعني.